رغم الضجة الإعلامية التي أحدثها ميركاتو الصيف الفارط بسيطرة عدة أندية وقيامها باستقدامات بارزة وقدوم أسماء كبيرة للبطولة المحترفة الوطنية على غرار رياض بودبوز، إسلام سليماني، هوندي ديلور والتحاق حسام الدين غشا بصفوف اتحاد العاصمة، إلى أن المستوى لم يرقى بعد لنيل إعجاب الجماهير. ماتش للفوق باش يبداو يتقلموا مع الشامبيونه تاعنا، صعيبه الشامبيونه تاعنا. دوك انت اليوم تلعب في ستاد كيما تاع تيزي وزو، ومن بعد تروح تلعب في البيض ولا تلعب في مقرى، ماشي كيف كيف، صعيبه. تساؤلات اضحى يطرحها المتتبعون ومحبو الكره ببلادنا، ملايير صرفت واسماء رنانه، الى ان المستوى لم يختلف، اين الخلل؟ كيما سليماني يرحم باباك، دوك هادو كيما جابو مجياسكا، جابو بودبوز، الاخر جابو اسمه سليماني السياربي، هكذايا هذا ما شغل فانت كاريير، هذا دوك يكمل مولوديه الجزائر، دوك يكمل هذا العام ان شاء الله ولا عامين ولا سي بون، خلاص راهم 37 سنه كيما سليماني 37 سنه. ما يشوفوش لي ستاتيستيك تاع لي جوار، يجيبو هاك فهمني، انت حبي تجيب عثمان نجيبو قبلك عثمان، فهمني، ما يشوفوش لي غشه شحال لعب شحال دار الباس شحال ماركا، ما يشوفوش هذيا، المهم يجيبوا جوار وخلاص، هذاك جوار يجيبوه، نسمع بك بلاك حتجيبوه نروح نجيبوه انايا، هذه هي الحاله. فهل قامت النوادي باستقدام لاعبين منتهيين ام انهم لم يتمكنوا من التاقلم مع اجواء البطوله الوطنيه وملاعبها، او ان الحكم عليهم لا يزال باكرا؟ هي تساؤلات يبقى الوقت كفيل بالإجابة عنها وتحديد أيهما الأصح، على أمل أن يكون المستوى مختلف، على الرغم من أن المثل الشعبي ينطبق على ما نشاهده إلى حد الآن، فالعام يبان منخرف.